احنا سعداء جدا بهاي الزيارة اللي هي نقلة نوعية في العلاقات، حيث يتم توقيع العديد من الاتفاقيات، من ضمنها اتفاقية اليوم انا قادم لتوقيعها مع شركة كبيرة تركية لتطوير المجال الزراعي. وليس هنالك فقط الاتفاقيات، ولكن التفاهمات اللي نتجت عن سنة ونص من قيادة الدولة برئاسة السيد محمد الشيع السوداني، اللي ادت الى وجود وخلق من العراق شريك للكثير من الدول، منها تركيا والولايات المتحدة، وهذا يؤكد نجاح الحكومة في هذا المجال. أصبح رجع إلى مكانته الأصلية، لاعب إقليمي، لاعب على مستوى الطاقة في العالم، لاعب على المستوى العربي، ولاعب على المستوى الإسلامي.